بعد. نعم. كان عندك توقع بالبرومو. أوكي. اللي هي كارثة عالمية تدمع لها العيون، وسنرى العالم يناشد المجتمعات والمؤسسات الدولية لمساعدة هذه الدولة نيشان التي أراها تتعرض إلى زلزال مدمر وقوي، وقد تتخطى قوة هذا الزلزال من 9 أو 10 درجات، مما سيجعل هذه الدولة للأسف تختفي بشكل كبير وصادم عن خريطة العالم. هيدا ببلد بعيد طبعا، مش دولة عربية حتى. لا، لو بعرف مين مش رح أقول، ما رح أقول. لبنان، بأول ما نيشان توقعت 2009، قلنا للوزير وقتها سليمان فرنجية، كنت أقول إنه يوما ما بشوفه رئيس جمهورية. بال 2009 قلتي لي على طويلتي. نعم، على ام تي في رئيس جمهورية. واليوم بعد مرور سنوات رح أقول بالعامية رح يجي يوم ونشوف سليمان بيك فرنجية رئيس الجمهورية، ولكن ما بين سليمان بيك فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون أرى الحضور تتأرجح ما بين الاسمين خلال الفترة الراهنة على الأقل، ولكن سيبقى موقع وتوقع سليمان بيك فرنجية عندي كما كان، لن يتبدل ولن يتغير. أما مدير عام الأمن العام اللواء بيصري، نعم اللواء الياس البيصري الذي طرح اسمه منذ فترة للرئاسة الجمهورية، أتوجه إليه بالتحية وأقول أن توقعاتي في ليلة رأس السنة رح تحدد اسم من هالأسماء الثلاثة، لأنه يعني أو اللواء بيصري، كمان اللواء بيصري أو سليمان فرنجية أو جوزيف، كمان اللواء بيصري حزوزه كمان عالية. نعم. سنرى سليمان فرنجية إذا مش هلأ يعني بعد 6 سنين. لا ما بعرف، الوقت دايما بيضربنا نيشان، شو بيصير وشو بيبدل ما بعرف، لكن أنا بوعدك بعطيك الاسم على رأس السنة. اللواء بيصري سنرى سليمان فرنجية الهجرة. ما بتسمع؟ نعم، سنرى أبواب الهجرة مفتوحة ومن عدة سفارات دول أجنبية حول العالم، وهنا أنا بنصح نيشان الجميع بقول لهم أنه ما تتركوا لبنان، وحاولوا الاستثمار بمشاريع صغيرة في البداية، وذلك لأنني أرى أن أكثر بلاد العرب وخاصة من دول الخليج سيعودوا إلى لبنان من أجل الاستثمار وانتعاش الاقتصاد وعلى كل المستويات التجارية والسياحية، وهذا البلد الغالي لبنان سيتعافى ويعود غنيا رغم كل الأزمات والصعوبات المالية التي نعيشها اليوم، والاقتصاد اللبناني بينتعش والأرباح المالية بتزيد، وبعم الخير على الجميع خلال المراحل القادمة بإذن الله. الدهب. كما أرى أسعار العقارات إلى ارتفاع، لأن بالمرحلة المقبلة ومنطقة في عندك منطقة جعيتة رح نشوفها من الزهرة بتكون عروسة كسروان، وبفضل الله والمختار سهيل عي. ودي شو بيصير انت للمختار؟ طبعا الذهب، لانه هو اللي راح يشتغل الذهب. ارى ان كل المودعين الذهب راح احكي عنه بس عشان ما ضيع نيشان، ارى ان كل المودعين الذي خسروا اموالهم في البنوك اللبنانيه سوف ياتيهم الفرج ويتم التعويض عليهم من خلال مبالغ ماليه عندما يحين الموعد المحدد، والمفاجاه ستكون من المملكه العربيه السعوديه وقطر والكويت والإمارات، وأقول للذين فقدوا أموالهم ما تيأسوا، فالفرج سيأتي وستقولون شكرا جزيلا لقطر والسعودية والكويت ودولة. انتهت الحلقة، شكرا إلى اللقاء، خلص هذا اللي نسمعه كنا. سيغطي أرجاء منزل أحد الوجوه الإعلامية اللبنانية جراء موت مفاجئ أو حدث مؤسف، ومنرى عدد كبير من الإعلاميين والمسؤولين في منزل هذه الشخصية الإعلامية. منزل الأنظار شخصية إعلامية، شو الأنظار موت؟ قلت يعني شان الأنظار والإعلام تتجه إلى شخصية سياسية أو قيادية بارزة، كان قد انتشر خبر اغتيالها ووفاتها حول العالم بالإعلام لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية بتظهر إلى العلن وعلى الإعلام، مما سيثير وبشكل صدمة عارمة للجميع، وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤولة عن كلامي، مما سيفضح الجهة التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وتسبب صدمة كبيرة لشعبه وللوطن العربي، وأنا بقول إنه بعده عايش. يعني في صدام حسين، معمر القذافي، بن لادن، عماد مغنية، قاسم سليماني. لحظة بس، حدا من هالشخصيات قليلة. بعرف بتخلصي بس حدا ما بعرف، ما حاول مصمم جمال خاشقجي، يعني انت قولي لي اذا ما حاول، ما بقول يا ليلى، ما حاول مين بيني وبينك، لا ما حاول حدا من هالشخصيات، ما حاول مين.
واحد من اللي قلتهم على لا 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 الاعلام هو بكره بيظهر مين. انا بمثلهم للاعلام. لا لا الاعلام يعني الذهب ما قلتي لي والحديد هو حطته بلبنان. يلا لحظه عندك الصراع الاقتصادي سينتقل الى بورصه الذهب والفضه والى مجال الاستثمار، وسنرى فوضى عارمه على ابواب البنوك في اكثر دول العالم. سنشهد استقاله احد الرؤساء العرب ومباشره على الهواء وبشكل مفاجئ وصادم، والحديد سعره رح يعلى بدوبل مثل الذهب والفضه. بدوبل الحديد. الحديد والذهب والفضه. اوكي. اوكي. في عنا نتنياهو ابو عبيده. أبو عبيدة سوف نسمع بيان مفاجئ وصادم من أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، وهذا البيان يزلزل ويصدم الداخل الإسرائيلي وخاصة بين صفوف الجنود وقيادته العسكرية. ومن خلال هذا البيان المهم بيكشف أبو عبيدة عن معلومات وصور ومقطع فيديو تصيب الوسط الإسرائيلي بالهلع والخوف. ومن هنا سنرى شوارع أكثر من دولة عربية تمتلئ بالمؤيدين والمتظاهرين احتفالا بهذا البيان المهم والمفاجئ، وسيكون حديث الناس والإعلام. نتنياهو أرى أن الجدل والضجة الإعلامية اليوم حول رئيس حكومة العدو الإسرائيلي نتنياهو ستؤدي إلى رؤية نتنياهو أمام قوس العدالة، هذا أولا. والمشهد القادم في الداخل الإسرائيلي هو الفوضى العارمة في الشارع والمطالبة بإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة بسبب مهم من خلال الحرب على غزة. ومن هنا أرى نتنياهو بعيدا عن السلطة، هلا إمتى وكيف ما بنعرف، وعن السياسة، ولا أستبعد أن يكون السبب عارض صحي مفاجئ. أما ثالثا وهو الأهم، أرى أنه سيتم رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية ضد رئيس الحكومة نتنياهو ومن عدة دول عربية وإسلامية ومن منظمات دولية وأيضا من عائلات آلاف الضحايا بواسطة محامون. ما قلت لي كنت مصمم أزياء دوليون. مصمم أزياء وسكتتي. حكيتها. شو قلت؟ هلا خليني بس أحكي. بس قولي شو قلت لأنه عم يسألوا الناس. يلا هلا بنرجع بنحطها. يطالبون فيها بالتحقيق مع نتنياهو بسبب أو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني واستعمال أسلحة غير مشروعة ضد المدنيين والمؤسسات الطبية، وهذه الدعاوي سوف تشكل أكبر أزمة وبلبلة في تاريخ العدو الإسرائيلي. في عندك معبر رفح بالأول. أوكي. كنت قايلة أنه بنشوف عزة ببيت أحد للأسف المشهورين من مصممين الأزياء اللبنانية، هو بال24 بال25 ما بعرف هو اللي بيموت ولا حدا من عائلته؟ ما ب... أنا ما بقول موت. ما أنت قلت لي حزن. خلينا نقول حزن. حزن شو بتشوف؟ ما راح يحزن أحد. لا ما راح. ما هو شو الحزن؟ قلت لي أنت أنه أحد المصممين ما بنلاقيهم معنا بال2024. مش مصمم واحد، مش مصمم أحد كله. أحد إيه بال24 أو ال25 حزن يعني بقلب بيته.